بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يطيب للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله نبدأ الدروس العلمية في المسجد الحرام في كتاب التفسير، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أحسنت، بارك الله فيك. في هذه الآيات الكريمات يخبر الله عز وجل عما أعده سبحانه للمتقين، فيقول سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون. أولا، جاء هذا الأسلوب بأسلوب التأكيد بإن، وهو وعد من الله عز وجل لا يتخلف. المتقون هم الذين اتصفوا بهذه الصفة العظيمة، وهي صفة التقوى. والتقوى من الوقاية، أن يجعل المرء بينه وبين عذاب الله وقاية، ويكون ذلك بفعل الأوامر واجتناب الزواجر. فمن حقق الأوامر وأتى بالواجبات والفرائض وانتهى عن المحرمات والمعاصي والكبائر والذنوب، فهو قد تحلى بهذه الصفة التي هي صفة التقوى. وأيضا استحق هذا الجزاء العظيم، وهو ما أعده الله تبارك وتعالى للمتقين من جنات وعيون. التقوى كما فسرها أهل العلم والصحابة رضي الله عنهم، ومنها تفسير وتوضيح الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: التقوى هي أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر.
ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معناها: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. من تحققت فيه هذه الصفات فقد حقق التقوى. وقد طلب عمر رضي الله عنه من أبي بن كعب رضي الله عنهما جميعا أن يصف له التقوى، فقال له بتشبيه بليغ: هل سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا عملت؟ قال: اجتهدت وشمرت. قال: فكذلك التقوى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هؤلاء هم المتقون الذين اتصفوا بهذه الصفات، جزاؤهم في هذه الآية جنات. جنات جمع جنة، والمراد بها البساتين ذات الخضرة والنضرة والثمار اليانعة، وما أعده الله عز وجل للمتقين والمؤمنين في جنات النعيم. ثم قال: وعيون. هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الجنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. العيون هي أماكن نبع الماء، المياه الجارية، وهذا من ألذ ما يشتاق إليه الناس في الدنيا، أن يكون لهم بساتين وعيون، أو بساتين تجري من تحتها الأنهار. فتحقق ذلك في وعد الله عز وجل في جنات النعيم: إن المتقين في جنات وعيون. وجاء في آيات أخرى: إن المتقين في جنات ونعيم. ثم قال سبحانه: آخذين ما آتاهم ربهم. آخذين ما آتاهم ربهم. اختلف أهل العلم في تفسير قوله سبحانه: آخذين ما آتاهم ربهم، على قولين. القول الأول، وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهما، أن معنى آخذين ما آتاهم ربهم أي قائمين بالفرائض والواجبات والأوامر والنواهي. ورجح ذلك الإمام ابن جرير رحمه الله، يعني كأنه نظر إلى أنهم آخذين في الماضي، يعني كانوا في الدنيا يأخذون ما آتاهم ربهم، أي ما آتاهم من الأوامر والواجبات والفرائض فعملوا بها. والقول الثاني: آخذين ما آتاهم ربهم، أي قابلين ما أعطاهم ربهم في الجنة، لأنه سبحانه قال: في جنات وعيون. آخذين، وآخذين هنا حال من قوله في جنات وعيون، يعني حالة كونهم في الجنان يتنعمون وللعيون وبها يستمتعون، هم يأخذون ما آتاهم ربهم، يقبلونه من العطاء والرزق
والثواب الجزيل. ومما يدل على ترجيح ووجاهة هذا الرأي أو هذا القول أنه قال بعدها إنهم كانوا قبل ذلك، فيدل على أن هذا هو مقتضى حالهم في الجنة، وأنهم يأخذون ما آتاهم ربهم ويقبلونه من النعيم المقيم في الجنات والعيون، وأنهم يأخذونه ويقبلون مأخذ الرضا والقبول، لأنه من عند الله تبارك وتعالى. إذن واضح ما ذكره أهل العلم من هذين القولين في معنى آخذين، آخذين في الدنيا الأوامر، والقول الثاني آخذين أي قابلين ما أعطاهم ربهم في الجنات، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو أقرب إلى سياق الآيات. آخذين ما آتاهم، الماء هنا الميم هنا موصولة أو مصدرية، آخذين إتيان ربهم لهم سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا بيان فضل الله عز وجل وعظيم نعمائه وآلائه على عباده في الجنة إذا حققوا صفات التقوى وصفات أهل الإيمان من المعتقد الصحيح والتوحيد الخالص لله عز وجل واتباع السنة وحرصهم على أداء الواجبات وعلى رأسها الصلاة وأركان الإسلام الخمسة المعروفة، وأيضا اجتناب النواهي والزواجر وأخطرها الشرك بالله عز وجل والبدع والمحدثات وكبائر الذنوب ونحوها من ما حرم الله تبارك وتعالى. ثم وصفهم سبحانه بقوله إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كأن هذا بيان لحالهم في الدنيا التي استحقوا من خلالها هذا النعيم في الجنة. والله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق في هذه الحياة للعبادة وللقيام بتقواه سبحانه وتعالى، ثم أعد الله الجنان للمؤمنين والعذاب للكافرين والعياذ بالله. وفي المفهوم في قوله إن المتقين في جنات وعيون يفهم أيضا ما أعد الله في المقابل للكافرين من العذاب والنار والنكال والجحيم عافانا الله وإياه. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، وصفهم بصفة الإحسان وهي صفة عظيمة. الإحسان هو الإتقان، إتقان العمل، والإحسان كما في حديث جبريل الذي رواه عمر رضي الله عنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا قمة الإحسان. والإحسان كلمة عامة وقاعدة كبرى في هذا الدين، إن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى في الذبحة وفي القتلة، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وكذلك الإحسان على عباد الله، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان للفقراء والمحتاجين والمساكين واليتامى وذوي القربى والأرحام والمسلمين عامة، بل والناس والحيوانات، وقد رتب الله الأجر العظيم والجنة على امرأة سقت، امرأة بغي من بني إسرائيل سقت
كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فغفر الله لها بهذا العمل، وهو عمل في أعين الناس قليل لكنه عند الله عظيم. حتى الشوكة، حتى الشوكة أو غصن الشوك يزاح من طريق المسلمين، فهذا من شعب الإيمان التي يترتب عليها الثواب الجزيل. هذا ما يتعلق بالإحسان. وقد وصف الله سبحانه المحسنين بصفات، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، الصفة الأولى. وبالأسحار هم يستغفرون، الصفة الثانية. الصفة الثالثة: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إذن يصلون الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يكثرون من الاستغفار، يؤدون الزكاة المفروضة والنفقات الواجبة، ويؤدون ما عليهم من حقوق للسائلين والمحرومين. بيان هذه الصفات وتفسيرها ومعناها: كانوا قليلا، القراءة التي عليها جمهور القراء كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالصلة، وقرأ أهل الكوفة كانوا قليلا، ثم يبتدئون من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا. هذا يدل عليه ما ورد في الآيات من أن المؤمنين قلة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فقرأ أهل الكوفة كانوا قليلا، يعني المتقين والذين والمحسنين قليل، كانوا قليلا. لكن قراءة الجمهور وهي الأشهر والأولى بالمعنى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني يقومون الليل لا ينامون إلا قليلا. ولهذا تلاحظون من اللطائف التعبير بالهجوع، ما قال كانوا قليلا من الليل ما ينامون، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والهجوع النوم الخفيف الذي لا ينامه صاحبه استغراقا، وإنما ينام ليستريح ليواصل بعد ذلك العبادة والطاعة وقيام الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الماء هنا أو الميم هنا إما أن تكون نافية، أي ما يهجعون، يعني لا يهجعون، ينفي عنهم الهجوع إلا قليلا، أو أن تكون مصدرية، كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم. وبعضهم يعبر بأنها زائدة، والحقيقة أن التعبير بالزوائد في القرآن الكريم لا معنى له، لأنه ليس في القرآن شيء زائد، وإنما كل حرف فيه له معنى. فلو قيل إنها تأكيدية لكان أولى من التعبير بأنها زائدة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقد اختلف أهل العلم في معنى هذه الآية على تفسيرات متعددة، أشهرها أنهم لا ينامون إلا قليلا،
ووقتهم في الليل يؤدون فيه قيام الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وكان قيام الليل في أول الأمر واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أصبح مستحبا، بل من آكد النوافل والمستحبات قيام الليل. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة وفي الآيات الكريمة فضل قيام الليل، كما في آية السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكان بعض السلف حينما يقرأ هذه الآية يقول: أنا لست من أهل هذه الآية، من باب التورع وعدم إظهار أعمالهم، رحمهم الله ورضي عنهم. كما ذكر عن الأحنف بن قيس وذكر عن زيد بن أسلم في كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: لست من أهل هذه الآية، بل كانوا قليلا من الليل ما يصلون، من باب أن المؤمن والإنسان دائما يشعر بالتقصير أمام هذه العبادات العظيمة، والتواضع بحيث لا يظهر أعماله. وإلا فالمظنون بالسلف رحمهم الله الحرص على هذه السنة القويمة، وكذلك المسلمون جميعا. ومن معاني هذه الآية ما ذكره بعض المفسرين أنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء، وأيضا من معانيها أنهم كانوا يصلون العتمة وهي صلاة العشاء الآخرة ويحرصون عليها وما بعدها من السنن. فالحاصل أن هذه الآية ظاهرة في فضل قيام الليل. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن سلام، قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهذا فضل عظيم. وقد ورد أيضا في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره أن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. هذا معنى قوله سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وفيه دعوة للمسلمين جميعا والحاضرين بالحرص على صلاة الليل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكانت تقول له عائشة رضي الله عنها في ذلك: فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. يعني أن من علامات الشكر أن الإنسان يقوم الليل ويكثر السجود ويتضرع بين يدي ربه تبارك وتعالى. وهذا من أرجى الأعمال، لأن الناس لا يرون الذي يصلي، وهذا سر بينه وبين الله تبارك وتعالى. نعم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الثانية: وبالأسحار هم يستغفرون. الأسحار وقت السحر، وهي وقت السحور آخر الليل قبل الفجر.
الثلث الأخير من الليل أو آخر الثلث الأخير، هذا وقت السحر. وقد ورد في قوله سبحانه في قصة يعقوب مع أبنائه لما قال سوف أستغفر لكم ربي، قال كان يؤخر الاستغفار لهم في السحر لأنه أرجى في القبول. وهذا الجزء من الليل جزء عظيم ومهم للصالحين الذين يقومون الليل ويستغفرون بالأسحار. قال تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. وورد في الحديث الصحيح أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله حتى يطلع الفجر. أين أصحاب الهمم العالية الذين يقومون ويجتهدون بالدعاء والاستغفار والتوبة في هذه الأوقات العظيمة، فيدعون لأنفسهم وللمسلمين بصلاح أحوالهم وحقن دمائهم واستتباب أمنهم واستقرارهم. وبالأسحار هم يستغفرون. وقد تحدث أهل العلم في معنى الاستغفار، هل هو على عمومه أو على إطلاقه؟ في مجرد الاستغفار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه، أو أن المراد بالاستغفار الصلاة فيكون تأكيدا للمعنى الأول. وحينما تتعارض الأقوال يجمع بينهما، والجمع بينهما في هذه الآية أنه لا مانع من حمله على الصلاة صلاة الليل وعلى كثرة الاستغفار، فلا تنافي بينهما. والاستغفار فضله عظيم وثوابه جسيم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يعد له في المجلس الواحد يقول أستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وفي المجلس الواحد 100 مرة. فحري بنا مع كثرة ذنوبنا وغلبة غفلتنا وتقصيرنا أن نكثر من الاستغفار. وسيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يصبح فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي فمات قبل أن يصبح دخل الجنة، وهذا فضل عظيم. ثم قال سبحانه وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. انظر الجمع بين العبادات البدنية والعبادات المالية، وبين الفرائض والنوافل. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، إشارة إلى أن هؤلاء المحسنين والمؤمنين الذين استحقوا دخول الجنة
كانوا يخرجون ما قرره الشرع من حقوق في أموالهم وهي الزكاة، كانوا يؤدونها لمستحقيها، يخرجون الزكاة، والزكاة ركن من أركان الإسلام، ولهذا قال وفي أموالهم. وحينما يطلق هذا المعنى لا بد أن تتوافق مع الأحكام تحقق الشروط وانتفاء الموانع، فمتى ما تحققت الشروط في أداء الزكاة كتحقق النصاب أو توفر النصاب وحولان الحول ونحو ذلك من الشروط التي قررها أهل العلم وانتفت الموانع وجبت الزكاة. وفي قوله حق أي واجب، لأن الحق هو الواجب، وهذا دليل أن المراد بها الزكاة. وفي آية المعارج والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم أي مقدر ومعروف شرعا، وهو ما ذكره الله عز وجل وجاء في السنة في بيان أنصباء الزكاة أو أنصبة الزكاة. وهل في المال حق سوى الزكاة؟ اختلف أهل العلم على قولين مشهورين. القول الأول أن الحق الواجب هو الزكاة، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد ذكر الله عز وجل هنا أنها حق، والحق هو الواجب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن في المال حقا سوى الزكاة، وهو ما ذكره الله عز وجل من الحقوق الواجبة كالنفقات مثلا، النفقات على الذرية وعلى الزوجات، هذه من الحقوق الواجبة. كذلك النذور التي ينذرها المسلم بأن يخرج حقا أو مالا، هذا حق سوى الزكاة، وهكذا. والذي يظهر العموم، لكن الحق الذي هو الركن والواجب الشرعي الذي لا يصح إسلام المرء إلا به متى ما تحققت شروطه هو الزكاة، والأموال الأخرى بحقها فيما يقرره الشرع من النفقات الواجبة على الذرية وعلى الزوجات وكالنذور والكفارات ونحوها. ثم قال للسائل والمحروم. من هو السائل ومن هو المحروم؟ السائل معروف، هو الذي يسأل، يسأل الصدقة، يذكر حاجته وفقره للغني أو لمن يريد أن يخرج الصدقة أو الزكاة، فيقول إني فقير أو مسكين أو غارم أو علي ديون، فيطلب يسأل، هذا هو السائل. لكن من هو المحروم؟ المحروم ضده، الذي لا يسأل. ويدل على هذا آية البقرة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، مع حاجتهم لا يسألون. هؤلاء لهم حق. وقد ذكر أهل العلم والمفسرون أقوالا أخرى في المحروم، منها ما فسره ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم جميعا
أنه الذي ليس عنده شيء، أو يقولون هو المحارف الذي قد يكون له حرفة ويحترف لكنه محروم، هكذا قدر الله عليه أنه مع عمله لا يملك شيئا. وهذا حال بعض الناس، تلاحظ بعض الناس أنه يجتهد ويبذل لكن لا يكتب له شيء، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى وقضاؤه، وأنه هو أغنى وأقنى. فالمحروم هو الذي قد يبذل الجهد ويعمل ويكتسب وقد يكون له حرفة لكن لا يملك شيئا. وذكر بعض المفسرين في معنى المحروم أنه الرجل الذي يغزو في سبيل الله ويأتي وقد قسمت الغنيمة وانتهت، فهو محروم يستحق أن يعطى من المال. وذكر بعضهم أنهم الذين لا سهم لهم في الإسلام فيستحقون أن يعطوا. ومن معانيها ما ذكره الشعبي في قوله أنني أصابتني الحيرة في معنى المحروم، يعني أن معناه محير، هل هو المحروم الذي يمنع من العطاء؟ وفيه من هو أولى منه، لأن من يسأل ويتعرض للسؤال ليس بالضرورة أن يكون صادقا، قد يكون محتالا. وخذ اليوم في عالم التسول الشيء الكثير، لكن المراد أن للمؤمنين وللمحسنين في أموالهم حق للسائلين والذين لا يسألون. ولهذا ينبغي على الغني وعلى صاحب الزكاة وعلى من يريد أن يتصدق أن يبحث عن المحاويج ويسأل عنهم. وفي الأمة محرومون كثيرون يستحقون الزكاة ويستحقون الصدقات، فهم أولى من الذين يتعرضون للسؤال. نعم، هذا معنى قوله للسائل والمحروم. ثم ذكر سبحانه عطفا لمعاني أخرى في التفكر هي من حال أهل الإيمان والإحسان، قال وفي الأرض آيات للموقنين. تأمل في الأرض التي يعيش الناس عليها، في أرضها، سهولها، جبالها، وهادها، قفارها، نباتها، أشجارها، أزهارها، كل ما يخرج منها آيات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وفي الأرض آيات، كل ما ذكرنا من هذه الأصناف آيات لا يعلمها على حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. آيات للموقنين الذين وصلوا درجة اليقين والإيمان بالله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن يتفكر في خلق الله، في أرضه وفي سمائه وفي الجبال وفي النبات وفي كل ما على البسيطة وما في هذا الكون، فإن التفكر باب عظيم من أبواب الإيمان، وقد رتب الله عليه الجزاء العظيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، أنفسكم فيها آيات كثيرة، خلق الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم
خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. التفكر في النفس، في الأنفس، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ نفسك التي بين جنبيك، جسدك، الرأس وما فيه من الدماغ والمخ، وهذا التفصيل الحسن على أحسن هيئة وتقويم، كذلك الوجه، العينان، الأنف، الفم، الفك، لم يتغير مكان عن مكان آخر، لم تجعل الأعين في محل الأرجل والأرجل محل الأعين، كل ذلك بحكمة. والأيدي اليمنى واليسرى والأصابع والأرجل تبطش، وهكذا ما في باطن الإنسان من القلب ومن الكبد ومن الأمعاء، كلها ينبغي أن يتفكر في مخلوقات الله عز وجل. وهذا مما يغفل عنه كثيرون، نفسك التي هي بين جنبيك وأنت تغفل عنها. ولهذا يقول الأول: دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. نفس الإنسان وما اشتمل واحتوى من الإعجاز، إعجاز الخلق، الإعجاز الخلقي. وحبذا أن يقرأ الإنسان في مثل هذه الأمور ليتفكر في عظيم خلق الله تبارك وتعالى. القلب كم ينبض من نبضة في الدقيقة الواحدة؟ أكثر من 1,000,000 نبضة، وهذا شيء عجيب في خلق الله تبارك وتعالى، يدعو إلى الإيمان به تبارك وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فعلا بهذا الأسلوب الإنكاري الذي يلفت أنظار المكلفين إلى ما هو أقرب شيء إليهم وهو أنفسهم، فيتفكرون في خلق الله تبارك وتعالى، ويكون ذلك مدعاة إلى القيام بعبادته سبحانه. قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء واضح رزقكم، قال المفسرون أي المطر الغيث، وهو الذي ينزله الله تبارك وتعالى من الماء الطهور الذي يحتاج إليه العباد، وتحتاج إليه البهائم، وتحتاج إليه الأرض. وفي السماء رزقكم وما، ما هنا موصولة، الذي توعدون الجنة كما قال ابن عباس، وبعضهم قال المعنى في قوله توعدون أعم، الجنة للمؤمنين والعذاب للكافرين والنار للكافرين. هذا ما يتعلق بهذه الآيات. فيه القراءات كانوا قليلا، ومن القراءات في الآية التي ستأتينا بعدما ذكر الله عز وجل أن في الأرض آيات وفي الأنفس، ودعوة إلى التبصر والإيقان والتيقن والإيمان بما في السماء من رزق وما وعدنا فيها من الجنان. قال: فورب السماء والأرض، قسم من الله تبارك وتعالى بذاته سبحانه، فورب السماء والأرض إنه لحق. بعد ذلك كله يقسم الله تبارك وتعالى أن القرآن حق، أو أن البعث حق، أو أن النبوة حق، لا تقبل الشك بوجه من الوجوه، أو أن رزقكم في السماء، يعني على أقرب مذكور، يعني قسم من الله عز وجل أن رزقكم سيأتيكم
ومكتوب لكم، لأن الرزق ترى ما هو بالإنسان هو الذي يطلب الرزق، الرزق يأتي إليك، الرزق يأتي إليك، كما في أثر أبي سعيد الخدري: إن أحدكم ليطلبه رزقه كما يطلبه الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، وأينما تكونوا أيضا تأتيكم أرزاقكم. والعامة يقولون لو تسعى سعي لحوش غير رزقك ما تحوش، يعني الذي كتب الله لك وقدره لك، ولا ينافي هذا كما لا يخفى على شريف علمكم أن ذلك لا ينافي تعاطي الأسباب والبذل في تحصيل الرزق، لكن اعمل الأسباب المشروعة، فلا تهلع ولا تجزع ولا تطمع، بل تسعى فيما وهبك الله عز وجل من سعي، لكن قد ضمن الله لك الرزق. عليك بتقوى الله، إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الرزق؟ والله رازق فقد رزق الطير والحوت في البحر، هذا الحوت وهذا الطائر لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. أسعى لأطلبه والرزق يطلبني، أسعى لأطلبه يعني الرزق، والرزق يطلبني، والرزق أكثر لي مني له طلبا، والرزق أكثر لي مني له طلبا. فالله عز وجل يقول: فورب السماء والأرض يقسم بذاته أن رزقك سيأتيك كما أنك تنطق. هل تشك أنك تنطق؟ ما تشك، مثل ما أنكم تنطقون، كما أنكم تنطقون سترزقون. وكما أن الإنسان لا ينطق بلسان غيره لا يمكن أن يناله رزق غيره، أي ما قسمه الله لغيره. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وهذا دواء لداء الحسد. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ مثل ما أنكم تنطقون، أو أن البعث والجزاء والنبوة والقرآن حق لا يمكن أن يشك فيه، كما أنك لا تشك في كلامك. هل تشك أنك تنطق أو أنك تتكلم؟ لا تشك. إذن لا تشك أبداً في البعث أو في الجزاء أو في الرزق أو في الجنة أو في النار أو فيما ذكره الله عز وجل. ولهذا ورد أن الإنسان، أن الله عز وجل يغضب من عبده أنه يقسم له ولا يصدقه، فليحذر المسلم أن يرتاب أو أن يشك في أي أمر كتبه الله عز وجل وقدره وقضاه. والله أعلم.